عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة ويوم جديد وغدوة جديدة من روايح الشتاء، زي ما احنا متفقين مع بعض من أول الأسبوع بنعمل كل الأكلات وكل الوصفات اللي فيها روايح الشتاء الجميلة مع موجة السقعة اللي هجمت علينا بقالها يومين ثلاثة أيام، ومبارح بالليل كمان زادت سيكة كده. يعني امبارح عملنا مع بعض مهرجان العدس، النهاردة بقى هنعمل مع بعض مهرجان القلقاس، القلقاس الشتوي، القلقاس اليومين دول عسل عسل عسل، اللي هي الراس بتاعت القلقاسية المحمرة الجميلة دي اللي ما بتاخدش وقت خالص في السوى، بس لازم نطلع شوية قلقاس بالتكات بتاعتنا والتطشات بتاعتنا يطلع لك شوية قلقاس عسل. أولا ريحتهم جايبة آخر الدنيا، ثانيا عاملينهم على طريقة أمهاتنا وطريقة جدتنا، الطريقة القديمة، والقلقاس ما بتعملش غير كده. اي حاجة افتكاسة جديدة ما يبقاش قلقاس، قولي عليه اي حاجة تانية غير القلقاس، لكن القلقاس ليه الطقوس بتاعته وليه طريقة الشغل، ما ينفعش نعمله غير بالطريقة اللي هنعملها النهاردة دي. وكمان زي ما سمر جايبة لكم، صباح الخير يا سمارة، جايبة لكم التخزين بتاعه سهل جدا جدا. تعالوا بقى يلا دلوقتي على طول علشان عندنا كذا خطوة كده وعندنا شغل كتير النهاردة، عشان وانتوا قاعدين في مكانكم أدوقكم أحلى والقاس إن شاء الله. يلا بينا نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. أنا عندي 3 كيلو القاس ومعايا لحمة بقى كيلو 2 كيلو. أنا ليه جايبة 3 كيلو القاس؟ لأنه على ما بيتقشر وبيتقطع بيقل جامد، هو تقيل بيوزن. التلاتة كيلو هيعملوا لي مثلا الشوية دول يا دوبك هي طبخة، يعملوا حلة اهي بالشكل ده. اتقشرت وزي ما انتم شايفين حطينا فوطة ما طلتش المية خالص، ودي اهم حاجة معانا النهاردة. الناس اللي لسه ما تعرفش ما تغسلوش القلقاس يا جماعة، سواء اتفقنا او اختلفنا لو سمحتوا القلقاس ما بيتغسلش، مش عايزة المادة اللزجة اللي كلها فيتامينات اللي فيها خلاصة فيتامينات القلقاس كلها تنزل في مية الغسيل. كل اللي بنعمله سواء السكينة او البلانشة اللي بقطع عليها او ايديا كله ناشف، وبعد كده بمسحه كويس قوي. وزي ما انتم شايفين لونه، شوفوا شكله عامل ازاي ما شاء الله عليه، عسل اهو. بصوا شايفين المكعبات الحمراء دي ما بتظهرش معانا غير في اوان القلقاس المحترم اللي زي ما قلت لكم قبل كده محصول الشتاء يا جماعه. اول ما المطر اتمطر اشتغلي في كل خضار الشتاء، وانت قلبك مطمن ان الخضار مش هياخد سوى وهيبقى مسكر كمان في الاكل. فانا معايا قلقاس زي ما شفتوا كده مقطعه وحطاه في الفوطه بالشكل ده. بعد كده كل كيلو قلقاس هياخد ربطه سلق وربطه كزبره خضراء. السلق يبقى انا كده عندي النهارده شغاله على 3 كيلو، فعامله 3 ربط سلق كبار وهوريكم بيتقطف ازاي، ومعاهم كمان 3 حزم كزبره مفرومه بالسكينه. التاتش بقى بتاعنا عشان نحبش الشوربه صح وتدي كده طعم حلو قوي، يبقى القلقاس كده واو حاجه غير. يعني عندي طماطمتين وبصلتين، نص ليمونه، سمنه، فصوص ثوم، ومعلقه صغيره سكر وملح وفلفل اسود. بس مش ما انا قلتها والله، امال انا بقول ايه؟ ايه ده انت ما خدتيش بالك؟ يلا يلا نقولها تاني، انا بس قلت المقادير مع الشرح. يلا بينا تاني، نزلي لنا المقادير يا احلى سمر في الدنيا. المقادير بتاعتنا قلقاس متقشر ومتقطع مكعبات من غير غسيل، عندي سلق وعندي كزبره، كل كيلو قلقاس بياخد حزمه سلق وحزمه كزبره. عندنا ايه تاني؟ طماطمتين، وعندنا كمان بصلتين، 3 أو 4 فصوص ثوم، وعندنا سمنه هنشتغل بيها، معلقه صغيره سكر وملح وفلفل اسود بس، ورز بشعريه بقى متقدم مع بتنجان مخلل ومخلل مشكل الترش البلدي وشويه جرجير كده، وهتبقى ليله النهارده ان شاء الله. هو مش محتاج مقادير، يعني احنا كلنا عارفين القلقاس تعمل ازاي، بس النهارده مزودين شويه تاتشات كده تخلي اللي ياكل عندك القلقاس يحلف احلى قلقاس داقه في حياته. اول حاجه عندي اللحمه اتسلقت بسم الله في شوربتها اهي، دي اول خطوه عندي، لحمه عاديه مسلوقه خالص في شوربتها. وتعالي يا سمر اوريها لك. يلا يا قمر بصوا اهي، شايفين احلى حته لحمه للقلقاس او السبانخ السن، تبقى ناعمه وبتدي شوربه حلوه قوي اهي. كده اتسلقت تمام معايا زي الفل، والشوربه واخده ملحها وواخده الفلفل الاسود بتاعها. دلوقتي بقى هطعم الشوربه، هنطعمها بايه؟
شوفوا الحركة دي مهمة جدا جدا جدا. هاخد طماطمتين بسم الله، مقطعاهم مكعبات كبيرة كده لاني هفرمهم في الخلاط، واضربهم الاول مع شوية شوربة من شوربة اللحمة. فين 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 اهي، يلا بينا بسم الله. ادي الطماطم وعليها كبشتين شوربة، نضربها الاول يا مسهل. بسم الله. يبقى الطماطم مع كبشتين شوربة. وبعد كده هاخد بصلتين برضو متقطعين مكعبات كده، كله هيتفرم بالشكل ده، وهاخد معاهم حوالي 3 فصوص ثوم، كل ده في الخلاط اهو. الشوربة خلصت معايا. هاجي بقى الكلام ده امتى؟ زي ما انتم شايفين كده بعد ما اللحمة استوت، هروح نازلة بالتحبيشة، ريحتها حلوة قوي. البصل مضروب ني، والطماطم والثوم كله مضروب ني، هروح منزلهم كده على الشوربة كله ني في ني بس، واخلي الشوربة باللحمة تاخد غلوة. شوربة اللحمة بالتحبيشة دي، أنا عايزاكم في المرحلة دي تدوقي طعم الشوربة بعد ما حطيتي شوية التحابيش دي، وشوفي طعم الشوربة هيبقى جميل ازاي تبارك الله عليها. بصوا لونها، ولكم أن تتخيلوا بقى الطعم كمان. مين معانا؟ يا نورة أهلا وسهلا، زيك يا نورة. يا نورة كلميني تاني. تعالوا بقى دلوقتي نجهز القلقاس. مين معانا؟ استاذه سهير اهلا وسهلا. يا صباح الفل، صباح القلقاس الجميل. قلبي والله ما تحرمش منك. الف الف مبروك يا حبيبتي، يبارك لي بيكي منك كده. مش عارفه اقول لك يعني، عقبال ايه المليونيه، عقبال يعني يا حبيبه قلبي، مش درع ولا اتنين ولا ثلاثة. الزغروطة دي غالية عندي قوي بجد، ربنا يبارك لك. أشكرك، مبروك يا حبيبتي، ألف ألف مبروك. تعيشي تعيشي، الله يبارك فيكي. وكان نفسي أكل بقى من الرز بلبن الحلو اللي أنت كنت عاملاه جميل ده. أعمل لكم تاني بس كده من عينيا الاثنين. رز بلبن طعمه تحفة 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 حبيبي، وأنا متعلماه منك والله، بعمله زيك بالظبط. والله بجد تسلم إيديكي وتسلم عينيكي، والزغروطة دي ربنا يخليكي تستاهل، لازم أعمل لك حاجة حلوة لازم. يلا يلا اعملي وعزميني. عينيا والله، تجيلك لغايه عندك كمان يا حبيبتي. ربنا يخليكي وتسلميلك على كل حاجه يا حبيبتي. ربنا يخليكي، مبروك، الله يبارك فيكي، حرمش منك والله، كلك ذوق بجد. اشكرك حبيبه قلبي. كل حاجه بتعامل فيها مع القلقاس لازم تبقى ناشفه تماما، ميه لا، ميه لا لو سمحتي. يعني انا كده بقشره وامسحه كويس قوي. طبعا انا عندي فوط عاملاها للمطبخ للاكل، زي الملوخيه بالظبط، بحب انشف الملوخيه في الفوطه، ما بنشفهاش في المصفى زي ما انتم متعودين.
هلم بقى كده القلقاس على ما الشوربه بالتحابيش اللي عملناها فيها تاخد غلوتين مع اللحمه، ريحتها طالعه حكايه ما شاء الله عليها. قولي لي مين يا قمر؟ يا جنى اهلا وسهلا. يا جنى ازيك؟ اهلا، صباح الخير يا جنى. عايز اعرف طريقه البشاميل والشوربه. طب قولي صباح النور. طيب صباح النور. اموريني يا قمر. قولي لي، وطي التلفزيون شويه يا جنى. ماشي. يلا يا قمر. طريقه ايه المكرونه البشاميل؟ من عينيا. حاضر، احلى مكرونه بشاميل نعملها لك تاني وتالت وننزل لك مقاديرها كمان. بصوا بقى الشوربه عامله زي بتاعه القلقاس، تختلف تماما عن اي خضار تاني انا بعمله، لازم احبش الشوربه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلو قوي الكلام ده. وبعدين بقى خلاص والقلقاس جاهز معايا، انا عندي في المقادير في نص ليمونه، دي مهمه جدا علشان القلقاس لما ينزل في الشوربه ما يعمليش حاجه، ما يمزلقش، يعني ما ينزلش الماده اللزجه بتاعته. فهجيب نص ليمونه كده واروح عصراه في الشوربه اهو قبل ما انزل بالقلقاس. مش هتدي طعم خالص، ما تخافيش، مش هتغير لك طعم القلقاس ولا طعم الشوربه، بس هتعمل زي يعني القلقاس لما ينزل هتعمل زي عمليه انقباض كده للانسجه بتاعته، فما ينزلش الماده اللزجه بتاعته خالص. تقليبه حلوه والروايح الجميله، الله اكبر عليها. كده خلاص ننزل بقى بالقلقاس، هي كده جاهزه خلاص لاستقبال احلى شويه قلقاس معانا النهارده. يبقى احنا الاول سلقنا اللحمه في شوربتها بسم الله، وبعدين اوب 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 نزلنا بالتحابيش بتاعتنا، طماطمتين وبصلتين وثلاث اربع فصوص ثوم، ملح، فلفل اسود، وشويه سكر، ضربتهم كلهم في الخلاط على بعض، وبعدين رحت نازله بيهم على الشوربه بعد ما اللحمه استوت. وبعد كده جبت نص ليمونه عصرتها في الشوربه يا منى زي ما انت شايفه كده، وبعد كده القلقاس بتاعي كان جاهز، المكعبات الجميله دي. وخلي بالك القلقاس اليومين دول لما بيكون في عزه كده ما بياخدش وقت في السوى خالص خالص خالص. بصوا بقى الجمال. يلا بينا بقى مره واحده يا سمر، يلا كنت بس بنقصها شويه. يلا بينا يا قمر، ولو اتفاض شويه نايين هنحفظهم. بنحفظه ازاي بقى؟ زي ما هو كده، ولا تعصري عليه ليمون ولا اي حاجه، زي ما هو سليم كده اهوت بالظبط. بس بصوا المنظر، شايفه الشكل عامل ازاي اهو. وخلي الشوربه تبقى كده فيها زياده كده، لانه شويه بعد ما يغلي ويبتدي يستوي بيشرب من الشوربه دي، هتنقص دلوقتي. شايفين جماله وحلاوته؟ ما شاء الله تبارك الله عليه، عسل. استاذ حسين اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ حسين؟ عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يطمن عليكم. ومليون مليون مبروك لحضرتك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، ما تحرمش منك. النجاح النجاح، ودايما كده ربنا يديك الصحه والعافيه، ومتعانا بالحاجات الحلوه حبيبتي. ايه رايك في القلقاس بتاعنا النهارده وتحبيشه الشوربه العالميه دي؟ لا ده ان شاء الله النهارده ترند شيف على النهارده. يا نهار ابيض. ربنا يخليكوا، صباحك زي العسل، صباحك زي الفل. صباح العسل. الله يكرمك، اشكرك. بصوا بقى يا جماعه، شويه القلقاس اللي فاضوا مني، لو عايزه بقى تخزني القلقاس ادي كيس اهو. وزي ما اتفقنا القلقاس ما طالش الميه، يبقى احنا كده دلوقتي كمان واحنا واقفين بنخزنه بالمره. تروح حطاه في كيس كده، ولما تيجي تعمليه لازم تعصري نص ليمونه في الشوربه زي ما شفنا مع بعض، زي ما وريتك كده. بعد ما الشوربه تغلي وخلاص رايحه تحطي القلقاس، تروحي على طول لازم نص ليمونه تسقطيها في الشوربه، تعصريها في الشوربه. ادي اهو كده القلقاس ماشي اهو. طيب دلوقتي انا بخزنه عشان الموسم بتاعه بيخلص، لما اجي اعمله بعد كده مش في الموسم بتاعه مش هلاقي سلق، هجيب سلق منين؟ هنخزن برضو السلق مع بعض، وهعرفك دلوقتي برضو السلق يتخزن ازاي بطريقة سهلة جدا. هنعمل ايه بقى يا سمر؟ الله المستعان، عايزين فطين حلوين كده، ونشيل بقى الحلة دي نبقى نسويها بقى هناك براحتنا، ووريكم المستوية علشان نعمل الطشة الحلوة بتاعة السلق. بسم الله يا قوي يا رب. ما شاء الله، بسم الله بسم الله. بس يا ستي نغطيها، وتعالي نشوف المستوية طبعا عشان وقتي للأسف. ما أنا عارفة والله يا أختي، أنا عارفة أنا عارفة. ماشي، بصي يا قمر، دي المستوية يا جماعة، عسل. هنعمل إيه بقى؟ السلق بقى هنعمله إزاي؟
هنجيب بقى طاسة كبيرة أو حلة، حاجة يكون ليها حروف علشان تعرفي تقلبي السلق كويس أهي. وهحط فيها معلقة سمنة، معلقة. يلا بينا. طبعا يا سمر يا سمر يا سمر يا سمر، أنا خايفة منك يا سمر. نجيب دي على العين التانية. بسم الله يا دعاء، أهلا وسهلا. ازيك؟ صباح الفل يا شيخالة. صباح النور، ازيك يا دودو، اخبارك ايه؟ ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله، والله فضل ونعمة، تسلميلي. كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة يا حبيبتي. وألف مبروك على الجايزة اللي خدتيها. الله يبارك فيكي والله، ويبارك لي في عمركم كلكم. تسلمولي والله، تسلميلي يا حبيبة قلبي. أشكرك يا أم. شيخالة أنا بحبه الرقاق. حلو. وبعمله بس بطريقة تانية خالص غير الطريقة دي. قوليلي. الطريقة اللي هي بتاع البحراوية. قوليلي ازاي؟ الناس اللي هم بتوع بحري كلهم معظمهم بيعملوا كده. ازاي؟ بالصلصة. في الصلصة. الصلصة. بالطماطم. والقلقاس بالطماطم. ايوه. بالطماطم وبيبقى بقى ايه؟ فيها الكزبرة خضراء ما بيبقاش فيه سلق خالص. ما هو ده بقى اللي بالسلق اللي انت بتقولي عليه ده اللي بالطماطم، نعمله برضو ان شاء الله في حلقة. نعمل قلقاس بالطماطم بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى عامل زي البطاطس المطبوخة كده. ايوه كده. عيب عليك يا باشا، من عينيا الاثنين عاملهولك. بس ده اللي بالسلق، اللي بالسلق حاجه واللي بالطماطم حاجه تانية خالص. عينيا. أيوة يا قمر. عينيا. ده طعم وده طعم خالص. ده طعم وده طعم تاني خالص. بالظبط. دوت الاثنين. حبيبه قلبي. كنت عايزه شيف هلا اطلب منك طلب. قولي لي، تحت امرك. احنا زهقنا من الاكل والخضار واللحمه والصواني. أيوة. والطواجن. طب هناكل ايه؟ طيب هناكل ايه؟ عايزين حلويات. عيني. عايزين حلقه لكيكه الريد فيلفت. ماشي، الله عليكي، ايه المزاج العالي ده؟ شفتي بقى. ايوه بقى، عيني. لا وبعدين الكيكه دي بالذات ريد فيلفت دي بيبقى الكريمه بتاعتها تحفه. انا بحبها جدا جدا، وهتلي مع هتلي الشهر ده مع الكريسماس. ايوه ايوه، حلويات الكريسماس بقى هنعمل كل ده ان شاء الله، من عينيا الاثنين حبيبتي. عايزين بقى يا شيف حلقه يعني شكل لنا حلويات. الله يبارك. حاضر حاضر، زهقنا من الاكل. حاضر. وعارفه لو فضلنا نعمل حلويات تقول لك ايه؟ فين الاكل طيب يا شيف هال؟ اعمل. حاضر. هعمل لكم اللي انتوا عايزينه كله. اصل بصي اللي بيعرفوا يطبخوا مش هيقولوا لك هاتي اكل. ايوه بالظبط بالظبط يا حبيبتي، نورتيني يا حبيبه قلبي، اشكرك. بصوا يا جماعه، السلق بيتعمل ازاي؟ ادي ورقه السلق اهي. اولا السلق تيجي تنضفيه، قبل ما تغسليه تنضفي الاول اي ورقه فيها قطعه او فيها حته صفراء، بستبعدها تماما بشيلها. لازم السلق يبقى اخضر كده كله زي ما انتم شايفين. بصوا بالمنظر ده اهو، تحس كده انه صابح والعيدان بتاعته كده مليانه ميه منفوخه كده بالشكل ده، عشان يديك الطعم الحلو بتاع السلق ويدي طعم القلقاس القوي. هعمل ايه بقى؟ انا مش عايزه العود ده، باجي كده اروح لما الورقه على بعضها اهي، تبقى عامله زي جناحات الفراشه، اروح لماها كده على بعضها، قافلاها كده بايديا، وامسك العود كده من فوق وافضل اقطع كده، اقطع بالشكل ده اهي. ماشي بس كده. اطلعوا بقى فاصل، احلى ما انا احط السلق في السمنه كده واحط الكزبره، وبعدين نبقى نرجع مع بعض تاني. فاصل قصير بس، هو القناه تتغير. اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل قبل الفاصل كنا حاطين السلق والكزبره الخضراء وفصوص ثوم صحيحه في معلقه سمنه كبيره، وبنشوحهم على نار هاديه، وافضل اقلب فيهم كل شويه على ما القلقاس يستوي مع اللحمه، يكون السلق وصل معانا للمرحله دي. زي ما قلت لكم، عشان في حد دلوقتي بيقول لي ايه ده، هو اتحرق يا جماعه؟ لا، هو ده لازم يخشول معاكي كده. يعني ايه خشول؟ اسمعوا الصوت ده، يبقى عامل زي الورق بالظبط. بصوا اسمعوا، مسموع يا سمر؟ والله صوت الخشوله ده هو ده المطلوب، يوصل للمرحله دي. لا التوم بقى ليه معالم، ولا الكزبره، ولا السلق، ده اللي بيديكي اللون الزيتي الحلو بتاع القلقاس بتاع امهاتنا بتاع زمان. وهو على النار بقى كده، هاتي هراسه وكسري بيها كده، وهو لسه على النار بس انا موطيه النار بالشكل ده. كسري بقى، كسري عشان بس ما يبقاش فيه ايه، ورق صحيح. بصوا ازاي كده اهو. بس يا ستي، وتعالوا لي بقى دلوقتي لاحلى طشه في الدنيا، استعدي معايا يا سمر. يلا بينا
يلا بينا توكلنا على الله. خلاص خشول معايا يعني، اداني صوت الورق الناشف كده وما بقاش ليه معالم، ووصل للمرحله دي محدش يضحك عليكي ويقول لك ده كده محروق، ده كده ده الاساس، ده شمخه القلقاس المصري الاصلي بالمنظر ده. هاخد شويه من الشوربه وتعالوا لي بقى للطشه الحلوه دي كده. بص يا سمر اسمعي، الله الله الله، تاني بصوا اللون بيرجع يفتح شويه كمان ازاي، وهو المطلوب. وبعدين اروح نازله على القلقاس، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. أهو تقليبة حلوة بقى وغلوة واحدة بس أول ما تحطي السلق. تعالوا بقى نقلب كده بالراحة وشوفي بقى لون القلقاس بتاع أمهاتنا بتاع زمان. يلا يغلي، بس لازم يغلي على فكرة مع طشة السلق دي. أهو شوفوا إزاي، بصوا اللون فين بقى، اللون اللي أنا كنت متخيلة، انتوا يعني متخيله ان انا لما احط السلق ده على القلقاس هيبقى لونه اسود ولونه غامق، مفيش الكلام ده، هو ده القلقاس الاصلي، الله اكبر عليه. شايفين اول ما يغلي كمان هياخد لون تحفه اهو، عسل والريحه طالعه حكايه. ها قلقاس امهاتنا بقى ولا لا، اللي اتربينا عليه كلنا، احلى قلقاس في الدنيا، مش زي ما بنشوف دلوقتي البعض بيعملوا القلقاس لونه اخضر. اخضر ازاي يا جماعه؟ اخضر فين؟ فين شمخه القلقاس؟ بصوا المنظر، بصوا اللون ده، اللون الاساسي بتاع احلى شويه قلقاس، طعم وريحه مالهمش حل، تبارك الله عليكم. يلا نغرف بقى، يلا يا سمر نغرف، يلا يا قمر. شفتوا اديته غلوتين اتنين بس بعد الطشه بتاعه السلق، هما غلوتين مش اكتر من كده. وتعالي بقى دلوقتي متعي نفسك ومتعي عيلتك باحلى شويه قلقاس في الدنيا ما شاء الله عليهم. يلا بينا، بسم الله. طب الحله سخنه، خدها كده واغرفي بقى يا قمر كده القلقاس باللحمه مستوي. شوفوا زبده، زبده يا اخواتي زبده اهو، الله الله الله. وزي ما انتم شايفين الشوربه بتاعت القلقاس جميله ازاي، تقيله كده، القلقاس خد وده معاها، بس الحمد لله القلقاس ما نزلش الماده اللزجه بتاعته، الشوربه طالعه عبقريه ريحتها حلوه. واهم حاجه القلقاس الاصلي بيبان من لونه والله يا جماعه وريحته. لو ريحه السلق طالعه كده في البيت لو ريحه السلق طالعه كده في البيت عندك وهو بيتشوح كده جايبه اخر الدنيا، مع اللون اللي وريتهولك للسلق مع اللون دلوقتي ده للقلقاس يطلع كده في الاخر، شكرا، هو ده هو ده اهو. ولا بقى يا اختي بيني وبينك كده ولا حد يجي يقولك قلقاس امي لا يعلى عليه، قولي له طبعا طبعا ربنا يخليها لنا، بس تعالى دوق القلقاس بتاعي، تعالى جرب كده القلقاس بتاعي وقولي. بصوا اهو تبارك الله، ادي يا ست سمر احلى قلقاس في الدنيا، هتاكلوا شويه قلقاس النهارده عسل. يلا يا ستي، ايه رايك في الطبق ده بقى يا سمر؟ اه شويه رز بشعريه جنبه، بس خدي بقى شويه شوربه كده في كل حته، الله الله الله، ايه الجمال ده. نظبط الطبق بقى ولا ايه رايك؟ طبعا اهم من الشغل ظبط الشغل، اتعلمت يا سمر كده، انا مش هخاف عليكي خالص في المطبخ. كده تقدري تقومي بعزومه كامله، وربنا عالم انا قصدي تقدري تقومي بايه يعني. بسم الله يلا بينا، الله الله الله، روايح الشتاء، لا روايح قلقاس الشتاء. شوفوا جماله بقى، شوفوا جماله يا ناس، شوفوا حلاوته، شوفوا اللون الحلو والشمخه الحلوه بتاعه القلقاس. غير اللون ده وغير الريحه اللي انا شميها وغير الطعم اللي هتدوقوه، انا مش هعترف ابدا ان في حاجه اسمها قلقاس غير باللون ده اهو بالمنظر ده. هاتيه كده يا سمر، هاتي هاتي الشوربه بتاعته، هي دي الاساس. شايفين المنظر؟ قلقاس امهاتنا الذي لا يعلى عليه، الف هنا وشفا ليكم جميعا يا رب. عملنا النهارده قلقاس الشتاء بالتكات بتاعتنا زي ما انتم متعودين، والتطشات بتاعتنا اللي متعودين عليها اللي بتودي الوصفة في حتة تانية خالص، قلبي كده إلى 3 دقايق، ألف هنا وشفا ليكم جميعاً.